ايه اللي بيحصل جوه؟ في مطعم وناس بتدوق بقى تستات ومش تستات. ده 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 جوه تست ببلاش. واحده واحده هدوق كل حاجه. مستودع اكل ببلاش. هي يو، احنا النهارده في اول مهرجان تذوق في مصر. والله العظيم تلاقيه مستورد وجايبينه للزملاء. بالله عليكم ده بتاعكم؟ لا، بعد كده هاكل من المهرجان على طول. الاكل ده ما بنشوفوش في المحلات. يلا بنشوف الحوار ده. السلام عليكم. توزعوا ايه ببلاش؟ ده بلح بعين الجمل، ده عارفينه. ده ايه بقى؟ كريجة شمر ويانسون وقرفة. لا ندوق. ده حاجاتكم حلوه قوي. لا تعالى بقى، عايزين نشتري. لا عايزين نتاكد قبل ما تشتري. الكيلو ب 110 لسه ما صدمتش. الكيلو ب 110؟ لا لا مش قد كده البتاع ده. احنا متابعينك جدا. ربنا يخليكم. انتوا مطعم ايه؟ عندكم ايه ببلاش؟ مفيش حاجه ببلاش. لا امسك. ايه الاخبار؟ طب انت تدوق هنا يعني؟ اقول واحده واحده هدوق كل حاجه. ايه الاخبار؟ بيتزا عجينه الشوفان. دوق على طول. انتوا بتقولوا بيتزا هيلسي. هنعرف كل حاجه دلوقتي. لسه مش هقول رايي دلوقتي. عجينه بيتزا كلها شويه. دي ايه دي؟ موتزاريلا لايت مشروم. فين البروتين يا شيف؟ الله، سوشي ولع الدنيا يا شيف. تعملوا شاورما برضو ولا مشين؟ ده اللي جنبكم ماشي. ده ايه، كابوريا؟ الشاورما بتوع الشاورما دول ايه؟ عاملك لحم ولا ازاي؟ بدي اياه كسكسي حبيبي يا فنان. بسم الله. انا بس عايز اكتر الطعم بحته سوشي. نفسي راحة عليك حبيبي. لا انت هتاخد كمان. لا لا دول كمان. ايه واحد واحده ما تزعلش. واحده ايه بقى دي؟ نعم. المهم بقى، انا بحب اكل بالسوشي. هو كده ما بحبش السوشي. ماليش تقول على السوشي بصراحه. واعمل ايه بالسوشي؟ في ايه لما اكل الشاورما بعد السوشي يعني؟ الو السلام عليكم. ايه الاخبار؟ حواوشي؟ هو انتوا محل ايه؟ اكل النوبي؟ طب ما تنوبنا. الله لا 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 خلاص اقفل تاني. ثواني يا جماعه، واحده واحده علينا. مش من على النار كمان؟ يا ابوي زخنا قوي. الله الله الله، ايه ده؟ ده ده بيغامروا للغدا. ماشي يا فنان، ولو عجبني الاكل هاجي اطلب بقى. لا اله الا الله. لما ده كده ايه؟ هو ده جيش طوق؟ مش عارف. دي سلطه النوبي. لسه منزل بلوج في النوبه. صح، عايزين نحل نشوف حد بيوزع تيست تحليه. حبيبي يا فنان، يلا نحلي. كنت عايز احلي. تحب ايه في المسكريات؟ اديني في المسكريات كلها. هو ده ايه ده؟ ايس كريم ياباني. والله عشان لسه واكل سوشي عايز احلي بس بحاجه ياباني برضه. انا اعرف الايس كريم من مانجت. تاكل على طول ولا؟ دي مطلوب. في بقى حاجات فيجن، في حاجات لايت. لو انت انا شايف اوريو، هنعرف الايس كريم من الاوريو بتاعه. لا مش من الاوريو بتاعه بقى، سيبني بقى انا اديك بقى ايه اللوتس بتاعه. امال من ايه؟ بتاعي. من اللوتس بتاعه. لما اخذه بس بتلخبط. اخدتها خلاص. اعرف الايس كريم من الاوريو. انا لسه عند رايي. هو ده بقى. اموت انا في القرمشه. لو اتحريت هعدي عليكم. هبب خالص. هبب جدا. حلوه يا بلدي، اكلك حلو قوي يا بلدي. لما يكون ببلاش. ايه الاخبار؟ بتعملوا اكل ايه ببلاش؟ احنا بالله. انتوا مين بتوزعوا ايه؟ لا انا تبع المسابقه. ما بتوزعش حاجه؟ لا لسه. طب اتكل على الله. ايوه عليك يا هبب. ايوه يلا بينا. لا بدل ايوه نتصور. احنا مش ناقصين صداع. خليهم يوقفوا الاغاني دي. صوره بس. بيتاكل ده ولا لا؟ ده قلم. عايزك تكتب لي حاجه يا جدعان. بالله عليكم ما تشتتونيش. اي حاجه غير الاكل النهارده انا مش نفسي جزعت، فعايز ادوق حاجه حلوه. وبما اننا عند معرفش بس لسه بشكر فيكم. وريني بس البتاع ده بيقول ايه. وده كلهم يجوا زدنا بقى. طبعا زدنا في دقيقنا يا جماعه. بيعملوا شويه. الله الله، استحلفك بالله ما تدفعليش المشاكل. ده ايه ده بقى؟ ده لانشون حلواني؟ والله العظيم تلاقيه مستورد
وجايبينه للزملاء، بالله عليكم ده بتاعكم؟ قولي والله العظيم ده بتاعكم. هعرف. وده ايه لحمه؟ فصوص رومي بابريكا. فصوص الرومي البابريكا طبعا. وده بيف بيكن. وده ايه؟ روست بيف. بطرمة يعني. دوقي دوقي هاتلها خله هاتلها خله يعني بس ايه ده؟ لانشون فريخ؟ لانشون فريخ. طب واحنا مش المفروض بعد ما ندوق نشتري ولا احنا بقى ما تتكسفيش انا والله مش معاهم انا زيك انا مكسوف. طب عموما انا دكتوره غاده من بارتيشن وزاره السياحه والاثار هيئه طنجيت وبدرس في جامعه بني سويف. انت خفت ليه كده؟ سياحه واثار؟ ما عرفتش والله انا اسف. احنا سمولة والله العظيم. لا والله ماليش لزوم. لا مؤاخذة يا فنانة معلش. لا والله لا لا والله احنا على فكرة مش احنا اللي عاملين المهرجان احنا سبونسر بس. انت سبونسر؟ امال بتترسمي عليا ليه؟ بقول لك ايه يا فنان ممكن والنبي رغيف بلدي؟ تعالى بقى. هو ده ايه تركي؟ سلامي؟ سلاماتي وكوبولاتي طبعا. ده جمبري ده جمبري؟ ومالكم مثبتين عليه كده وهيهرب؟ ده دوق الاول. هو ماله مثبت؟ هو عارف انه غالي؟ فين الشنطه؟ عايزين نبلع بقى، مفيش حاجه بتتشرب هنا ببلاش؟ ايه ده؟ يا ما انت كريم يا رب، الناس هنا كريمه قوي. يا ابني بتصور ايه؟ تعالى عايز احلي، تعالى. اطلق عليك اسم متذوق الايفنت المهرجان. انت عايزه تحبسيني؟ والله انت من وزاره السياحه؟ انت منين؟ مين اللي زقك عليا؟ اتفضلوا بقى عندنا في البارتيشن بتاع وزاره السياحه عشان تعرفوا. طبعا وزاره السياحه ده شرف لينا، ربنا يعدي اليوم ده على خير. السلام عليكم. سمعت ان انتوا بتحلوا. طب ايه؟ مانجا شرايح مجمده؟ عشان انا عايز احدق. انت مش تعرف ايه برجر؟ تعال كده. كنت عايز ادوق قبل ما اشتري. تيجي معايا؟ يلا بينا. ميلو ميكس مانشوز. خاصه بالمانشوز. فالمثلث ده مخبوزات قدامكم قد ايه؟ ماشي هحلي بس على ما تعملوا الاكل. ازيك يا حاج؟ ايه الاخبار؟ انت من المنصوره؟ من البحيره؟ شبه المنصوريين. عندكم ايه بيتداق؟ زبده؟ ادوق الزبده. دي زبده ايه؟ بحيري؟ دي زبده فلاحي بحيري؟ دي زبده؟ فين الغطا ده؟ هات الشنطه. انا معاكي اهو. جبنا الفلاحي ناحيه شويه تمشي من عندنا. استحلفك بالله انا لسه ورايا برجر بيتعمل. بسم الله. دي جبنه بخامه الدسم. انا هعرف. كامله الدسم. هي ناقصه سن الدسم بس ممكن ادوق تاني. ادوق بس عشان اشوف اختبر الدسم بالله عليك. معلقه دي حلوه قوي. دي من غير دسم خالص. ده غير البني كمان. احنا عندنا بني بنوى البلح. دوقيني. ده ما ينفعش. لا مؤاخذه لا مؤاخذه. انت عايش بدوره مطبوخه من غير قمح خالص؟ عايش بدوره مطبوخه. طب ما تجيبي حته جبنه. جبنه قريش قريش الدسم. هات الشنطه كده بالطريقه. شكرا جدا يا جماعه. تسلم ايديكم. اقسم بالله ده بنكت. استحلفك بالله. لا ادوق. احنا شركه بنعمل بيت مبسط. الله 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 يا جدعان لسه ورايا برجر يا جدعان. بص عاملينه نفش ازاي عشان يعني البيض مش عارف ايه. طب بعايزك عايز اربع بيضات. ايه ده؟ اربعة. برجر يا رياسة. الله 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 دلعها. الله الله خلاص يا مجنون كفاية هتموتني. هدوق لو عجبني بقى اجي اشتري. استحلفك بالله تعالى اتفضل معانا. دوق ما يهمكش. انا عايزك تصورني معايا. بتعملوا اكل ايه؟ زي كانت تصور. جايين تتصوروا؟ يعني انتوا شقاك؟ تتذوق. تتذوق؟ طب رجع الشوكة. رجع الشوكة. يا ريس. لا مؤاخذة يا شيف. بيمسكوه منين ده؟ بطاطس الزجزاج. يلا بينا نشوف فوتنا كام حاجة. السلام عليكم. تعملوا ايه؟ عايز ادوق. وديني يا معلم. ما كترش ما كترش. انا عايز اسجل
هنتكلم معاك بقى على الامارات تحب مصر. يلا ماشي. الامارات تحب مصر طبعا. لا هعمل دلوقتي لقاء مع الامارات بتحب مصر. يلا دور الكاميرا. انا اسمي سجاد شد الحب، حي الدوله ووزاره السياحه والامارات على الكلام الجميل ده. يا فنانه الكاميرا، يا فنانه، يا مخرجنا. الله، انت بتعملي هنا يا فنانه؟ وزاره السياحه كلها هنا. توزعوا اكل ايه؟ ده اكل حضر، مش هيعجبك الحاجات دي. أكل مشهور سياحه تعجبك يعني؟ يعني وزاره السياحه وما بتوزعوش اكل؟ صور مع خريطه بلدك. يا نهار، خريطه بلدي طبعا، ما فيش شبه بلدي. وزاره السياحه، تحال وزاره السياحه مصر واللي منها. انت ما شاء الله انت شكلك زميل. تعالى كده، انت جاي تتغدى صح؟ قول ما تتكسفش، انا برضو جاي اتغدى بس متنكر يا راجل. تعالى تعالى هترزق. تعالى رحت كل البراندات الا جوبس جلوبال. تعالى بقى انت، تعالى جوبس جوبس. انا مروح، انا مروح، انا مروح. نصفره عشان نخلص، عشان هو تعب مصر كلها. استحلفك بالله وديني على اسطنبول. الطياره دي ايه ده؟ دي ما بتتاخدش من دبي. مش هدايا دباسه ينفع اخد دي؟ لا اشمعنى ده بقى؟ المكان ده محدش يسافر معاهم عشان الناس دي. يا نهار ابيض، الناس دي بصراحه ما بيحقهم. هم مش عايزين، هم مش عايزين يدوها لي ليه؟ عشان ما يدبسونيش في سفريه يعني. الناس بتفهم. لا لا، ناس ذوق بصراحه. انتوا بس لو تجيبوا الطياره اللي انتوا خدتوها. لا لا لا، انتوا ناس مش كرمه. الامارات بتحب مصر، بتحب الامارات. اقوى نوع. سلام عليكم. يا رب نجينا من هذه القريه الظالم واهلها. الحقوني الحقوني، تسمم. لا خش. حقنه فيتامين سي. الحقنا دكتور. اي عندكم ريد بول؟ اسلي ال اسلي ال اسلي. اوفر دوز اكل يا دكتور. شايف عندي انا عندي تروما. اه الحاله حرجه. طمني يا دكتور. ده كويس. اديني عصير، اديني عصير. كويس. امال فيها دكتور بتقلقني على نفسي ليه يا دكتوره؟ حبيبي شكرا جدا، سلام عليكم. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان تشوفوا الفيديو الجاي. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب 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 هب.